وخلونا نروح اسطنبول. النهاردة ارتفعت قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بعد ظهور نتيجة انتخابات بلدية اسطنبول واللي انتهت بهزيمة حزب أردوغان الإخواني وبفوز ساحق للمعارضة في أكبر مدن البلاد. بلغت قيمة الدولار 5.717 ليرة بارتفاع بنحو 2% لصالح الليرة. ده بعد ساعات فقط من فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أغلو على منافسه مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدرم في أول تغيير رئيسي في إدارة المدينة منذ 25 عاما. خلونا نتكلم أكتر عن هذا الأمر ونعرف تفسير له مع الدكتور محمد عبد القادر خليل، خبير الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات. مساء الخير وأهلا بك دكتور. النورة. أهلا بك، وقولي إزاي تابعت وقراءتك كانت إيه لارتفاع قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بعد فوز ساحق للمعارضة في أكبر مدن البلاد؟ يعني هو إلى الآن ارتفاع هامشي لا نتحدث عن تحول جذري في قيمة الليرة. نحن يعني نعي جيدا أن هذه العملة التركية فقدت حوالي 35% من قيمتها منذ العام الماضي، ومن ثم هناك مشاكل هيكلية يعاني منها الاقتصاد التركي. ارتفاع بنحو 2% من قيمة الليرة هو مرتبط الحقيقة بالتفاؤل الذي ساد الأوساط المالية والبورصة التركية بعد تقييم حزب العدالة والتنمية بوصول مرشح المعارضة أكمل إمام أغلو بالضبط. بعد الانتخابات 31 مارس كان حصل هبوط في قيمة العملة، لأنه أولا لجأت السلطة التركية إلى المطالبة بإعادة الفرز، ثم المماطلة، ثم دفع اللجنة العليا للانتخابات بالدعوة إلى إعادة الانتخابات. هذا في الحقيقة خلق غموض سياسي بشأن التطورات السياسية في الدولة التركية، ومن ثم أفضل ذلك إلى انخفاض في قيمة الليرة. في رأيي هو انعكاس مؤقت لا يشير إلى أن هناك تطورات هيكلية في الاقتصاد التركي تستطيع أن تتعاطى مع التحديات. صحيح، ولكن حتى هذا الارتفاع المؤقت هو جاء بعد زي ما حضرتك كنت لسه بتقول خسارة حزب أردوغان الإخواني. يعني الرسالة دي توصل إزاي للمواطن التركي؟ إيه الرسالة اللي ممكن تكون وصلت له؟ الرسالة من ارتفاع سعر الليرة؟ صحيح. يعني اعتقد هي زي ما قلت لحضرتك هي تزامنا مع فوز امام اغلو. انا في رأيي ان هي رسالة هامشية. المواطن التركي الان يركز على الابعاد الاكثر جدية فيما يتعلق بالاقتصاد التركي. ارتفاع قيمة الليرة بنحو 2% او انخفاضها بنحو 2% هو في الحقيقة تذبذب يحدث تقريبا اسبوعيا في مستوى قيمة الليرة. المشكلات التركية الحادة فيما يتعلق بمستوى الدين العام وارتفاع وتيرة افلاس الشركات التركية ومواجهة تركيا لأزمات كبرى مع شركائها التجاريين الكبار مثل الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، كلها في الحقيقة أمور تلقي بظلال وخيمة على الاقتصاد التركي. البعض يرى أن العملة التركية قد تواجه انخفاضا حادا في نهاية هذا العام في ظل عدم قدرة الدولة والعديد من شركات قطاع الأعمال على سداد ديون المقومة بالدولار الأمريكي، ومن ثم كلها أمور في الحقيقة تشير إلى أن ثمت مشكلات اقتصادية تواجه الدولة التركية. وربما حتى فوز أكرم إمام أغلو في مدينة اسطنبول يرتبط بهذه التحديات. هناك تحول الآن في المزاج الشعبي لدى المواطن التركي، يرى أن هناك مشكلات اقتصادية، مشكلات سياسية، توترات على الساحة الداخلية، أزمات على الساحة الخارجية. إلى أي مدى يتحمل أردوغان كل هذه، يعني ما حدث للاقتصاد، الانهيار اللي حصل للاقتصاد التركي، حالة عدم الاستقرار اللي موجودة؟ هو في الحقيقة تحمل النتائج المشهد برمته، بمعنى أن الرجل صارع بتحويل النظام التركي من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، حول حزب العدالة والتنمية من حزب مؤسساتي إلى حزب شخصي يسيطر عليه رجل واحد، ومن ثم طير أمور البلاد، ثم جاء بسهره ليعينه وزيرا للمالية لكي يسيطر بشكل تام على الأوضاع المالية والاقتصادية في الدولة التركية، ثم خلق أزمات عدة مع أسواق في الحياة استطاعت المنتجات التركية أن تنفت إليها، سواء كنا نتحدث عن العديد من بلدان الشرق الأوسط أو حتى العديد من البلدان أو الكثير من البلدان العربية. أيضا أدخل تركيا رئتون أزمات متوالية مع شركائها الاقتصاديين الكبار خصوصا في الاتحاد الأوروبي، وحاول أن يغير استراتيجيته من خلال التوجه شرقا اتجاه روسيا واتجاه الصين، ثم الاستثمارات الكبرى التي تأتي إلى تركيا كلها يأتي من الغرب، من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة الأمريكية بمفردها تضخ استثمارات في السوق التركي بنحو 10 مليار
الدولار سنويا، كلها امور في الحقيقه ترتبط ب او تشير الى ان ثمه خطأ في التوجهات التركيه، وان المواطن التركي يدفع ثمن تحول النظام التركي من نظام برلماني الى نظام رئاسي، ويدفع ثمن سيطره شخص واحد على المشهد التركي، وكلها امور في الحقيقه ترتبط بسياسات الرئيس التركي، خصوصا فيما يخص البنك المركزي على سبيل المثال. لاول مره في تاريخ تركيا يحاول الرئيس التركي يعني ايا كان توجهه السياسي ان يتدخل في عمل البنك المركزي، ان يحدد اسعار الفائده، كلها امور في الحقيقه يعني جرت العاده في دول رئيسيه سواء في الاقليم او في العالم ان تخضع لرؤيه الجهاز المركزي على اعتبار انه جهاز محترف يعي اهميه ضبط قيمه العمله. اما في تركيا اصبح الرئيس هو المحدد لسعر العمله التركيه من خلال تدخله المتعدد في تحديد قيمه سعر الفائده، وكلها امور في الحقيقه تشير الى ان ثمه يعني مشكلات قد يواجهها الاقتصاد التركي. البعض يتحدث عن تحديات امنيه، فيما اكثر الخبراء درايه بالوضع الاقتصادي في تركيا يرى ان ثمه مشكلات يعني مقبله عليها الاقتصاد التركي اذا ما استمرت السياسات الاقتصاديه على هذا النحو. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.